وشوشة. فكرة الفيلم أو إن هي جات لي إزاي، أنا يعني سبحان الله أسرع فيلم جالي في إحنا تقريبا أستاذ أحمد كلمني كان الساعة 1 بالليل تقريبا، أنا عايزك ضروري، عايزك حالا. في إيه يا أحمد مالك؟ لا أنا عايزك عشان في فيلم. فيلم إيه؟ تعمل فيلم عليا في إيه؟ في قال لي إحنا داخلينه خلاص بعد أسبوع. فقلت له طب ايه حدوته يعني؟ ماشي انا معاك احنا اصحاب، بس ايه حدوته؟ فقال لي الحدوته بتاعته في التليفون. فقلت له لا هجيلك. فروحت وخدت الورق وقريت، يعني كلمته فورا يعني بعد ما وصلت مفيش بساعة يعني، قمت مكلمه وقلت له يلا انا عايز اصور بكرة الفيلم. لان ده التيمة اللي انا كنت عمال ادور عليها، ولان احمد صديق من زمان يعني واشتغلنا مع بعض قبل كده، فهو كان بيقعد يقول لي يعني هو ايه بنبقى شايفين لبعض حاجات، فهو يبقى شايف ليا ان انا زي ما عملت اللص والكتاب او حاميه وحراميها، ان انت سامح ممكن تعمل حاجات ما هياش كوميديا فرص من الالف الى الياء، وانا ده كان رغبة عندي ان انا العب في المنطقة اللي في النص دي، اللي ابكي واضحك، اللي فيها التمثيل، الاداء هو اللي يسوق الموقف يعني، او الموقف هو اللي يسوق الاداء. بس هي دي يعني. ما ثم بقى قعدت مع الاستاذ مرقص عادل مخرج، اشتغلنا على ان انت شايف الاداء من انهي منطقه سامح. اشتغلنا مع بعض بروفات كتير يعني، حبا في الفيلم وحبا ان احنا عايزين نعمل حاجه تعيش يعني، ده احنا كنا متفقين انا والاستاذ مرقص عليها يعني، ان احنا عايزين نعمل فيلم يعيش تتفرج عليه بعد سنه بعد 10 سنين بعد 15 سنه وفي اي مكان يعني، مش في مصر بس، تتفرج عليه انت لا في لغه سينما. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org